عدة ملفات وقضية على مدار ساعتين من الزمن حنكون فيها أنا وأفوراد. يسعد مساكم مشاهدين وأيضا إليك مساكي نور، والتحية طبعا موصولة لكل السادة المشاهدين إلى أبرز مواضيع حلقة هذا اليوم. مديرية التجارة الداخلية في حلب تطالب التجار بتخفيض هوامش أرباحهم، والمحال ترد بإضراب جزئي بعد ضعف حركة الشراء. غادرت الأدمغة وتبعتهم بقية المؤهلين، الكوادر المحترفة تهجر مناطق قسد وتترك مؤسسات الإدارة الذاتية بلا فرق خبيرة. من كفر زيتا إلى مورك فخطاب، تلفزيون سوريا يصور واقع الفستق الحلبي في المدن الثلاث، التراجع سيد الموقف. وفي قضية الليلة على رأس ساعتنا الثانية نتابع إيقاف منح بطاقات الحماية المؤقتة في أنقرة على رأس مجموعة من القرارات والإجراءات الحكومية في العاصمة تتعلق باللاجئين السوريين والأجانب تبدأ اليوم. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نقلت وسائل إعلام موالية عن رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة حلب ممدوح ميسر، نقلت مطالباته لتجار حلب بتخفيض هوامش أرباحهم قدر الإمكان مع الارتفاع المتزايد لجميع السلع في الأسواق. نعم، واستجداء المسؤول التجار قابله التجار بإضراب جزئي في بعض أسواق حلب، حيث شهدت أسواق المدينة إغلاق النصف كامل للمحال بسبب تضارب الأسعار والانعدام شبه الكلي لحركة الشراء. لمن ستكون الكلمة إذن، للنظام أم التجار؟ في هذه الصورة النظام يعيد افتتاح سوق خان الحريري في حلب بحالة احتفالية صرفة قد توحي لناظرها للوهلة الأولى برومانسية العلاقة بين النظام وتجار المدينة، لكن الأمور على أرض الميدان تقول إن حالة من التوتر تكسو هذه العلاقة وصلت إلى حد المواجهة وحتى الصدام. في آخر جولات الأزمة مسؤول في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجه رسالة وصفت بالاستفزازية عبر إحدى الإذاعات المحلية، مناشدا تجار حلب بتخفيض هوامش أرباحهم من أجل مساعدة المستهلكين على الشراء في ظل غلاء الأسعار الحاصل، ليأتي الرد عليه أن عملية تحديد الأسعار ليست بيد التاجر، وإنما هي سلسلة من الإجراءات تبدأ بتحكم المستورد بالتسعيرة، يضاف إليها تكاليف الشحن ورسوم المرور وتأمين حوامل الطاقة مع الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي. التوتر بين الطرفين أخذ شكلا أكثر تصعيدا بعد إعلان بعض أصحاب المحال التجارية عن إضراب مفتوح احتجاجا على ممارسات نظام التضييقية بحقهم، ولا سيما أن الأرباح لم تعد كافية لتغطية رأس المال. أما السبب الأساسي لهذا الإغلاق الشامل فهو الضغط الذي يمارسه النظام على أصحاب المحال عبر فرض الأتاوات عليهم ومداهمة محالهم ومستودعاتهم ثم مصادرة الجمارك والفرقة الرابعة لبضائعهم بهدف تحصيل الأموال من أصحابها بحسب شهادات محلية، فضلا عما يلفق لبعضهم من تهم تتعلق بالتهريب تنتهي بالحجز الاحتياطي على أموال المتهمين. شلل بحركة أسواق المدينة يقابلها صمت حكومي تام عما يحصل، فإلى أين ستتجه الأمور في حلب؟ وهل يمكن القول إن سنوات العسل انتهت رسميا بين التجار والنظام؟
للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا وائل عادل مراسل تلفزيون سوريا من غازي عنتاب. أهلا وسهلا بك وائل. أهلا وائل. مساء الخير. مساء الخير للسادة المشاهدين. وائل سأبدأ معك من حيث انتهى التقرير، هل بالفعل انتهت سنوات العسل بين النظام والتجار؟ يعني هذا يمكن تقديره منذ سنوات، يعني منذ سنوات التجار بشكل كبير بنسبة كبيرة يغادرون يهاجرون، خاصة التجار الحلبيين منهم وجدوا أنفسهم ربما بين تركيا ومصر. يعني هناك العديد من التجار وجدوا نقلوا سواء مكاناتهم سواء معاملهم تجارتهم إلى مصر، وأيضا هناك العديد منهم كما تعلمون نعد العديد من التقارير عن تجار أو صناعيين أتوا من حلب إلى تركيا سواء غازي عنتاب أو اسطنبول أو باقي الولايات. يعني هذا التسرب أو هذه الهجرة الكبيرة الهروب من الضغط المتواصل من النظام على التجار خاصة الحلبيين والصناعيين ولد هذا الهروب. هذا الهروب المستمر أكيد سوف ينهي إذا صحت تسميته شهر العسل بين حكومة النظام والتجار السوريين الذين يعني لطالما بما يخص يعني لطالما يعني كانت هناك علاقة. يعني بالنسبة للموجودين بحلب التجار وأيضا أهلنا الموجودين ما زالوا بحلب، كيف حركة السوق؟ يعني هل في شراء؟ هل في بيع؟ هل البضاعة متوفرة بحلب؟ نور، يعني إذا تحدثت مع أي شخص يقطن الآن في مدينة حلب كل حديثه يتمحور حول هذا الموضوع، حول الأسعار المرتفعة الخيالية، يعني أسعار مرتفعة للغاية. يعني هناك أحد الأشخاص الذين تواصلنا معهم يقول بأن لكي يعد طبخة يوم وجبة غداء ليوم واحد يحتاج بين 8000 إلى 13000 ليرة سورية. راتب الموظف يعني هو ثلث راتب الموظف العادي، وهي أسعار مرتفعة للغاية. هناك ألبسة يصل سعرها إلى نصف مليون ليرة سورية، هناك ألبسة سعرها العادي الطبيعي 40000 ليرة سورية. الأسعار مرتفعة للغاية مقابل مدخول سواء العامل في الشركة الخاصة أو الموظف الحكومي الذي يتقاضى أقل من أجر العامل في الشركات الخاصة أو الورشات. نعم. أو المعامل. نعم. وائل، يعني أنا أريد أن أستفسر صراحة وأسألك حول الأساليب التي يمارسها النظام مع التجار الموجودون في حلب. يعني إلى متى سوف يستمر النظام بممارسة حالات الاستفزاز عليهم وأيضا حالات تشبيحية خلينا نسميها للتجار، يعني تدفعهم ربما للهجرة كما تحدثت في بداية المقابلة؟ يعني النظام يتبع سياسة واضحة، يعني أستطيع القول عنها بحسب اطلاعي يعني وبحسب ما ينشر وبحسب ما ينشره النظام، هي قوننة التشبيح. يعني التشبيح والضغط على التجار بطريقة قانونية، مثل عندما أتت الحملات من الجمارك في دمشق إلى حلب وصادرت البضائع والمستودعات وسطت عليهم أصلا. يعني عندما كان في 2016 عندما سيطرت قوات النظام على مدينة حلب أو الجزء الشرقي منها والمعامل والمصانع كلها بشكل كامل نهبت، لم يترك منها شيء، وكأنها يعني تركت لكي تنهب بشكل مقصود، خاصة مدينة حلب. هناك من يقول من التجار الحلبيين الذين قابلناهم أتوا حديثا من سوريا بأنه أمر مقصود بسبب إرادة النظام نقل العاصمة التجارية إلى الساحل الذي يوجد فيه معظم مؤيدي أو يعني يغلب المؤيدين هناك للنظام كما يعتقد. يعني هناك نظريات كثيرة، هذه واحدة منها، ولكن واضح سياسة النظام يعني تجاه التجار في حلب، تجارة حلب، اقتصاد حلب وصناعة حلب. يعني أصبح الجامع الأموي اليوم في مدينة حلب منذ 5 سنوات إلى اليوم لم يرمم هذا الجامع. البارحة عرض بأنه رمم خان الحرير، ولكن هناك حلب القديمة يعني لم يرمم منها 10%. لماذا؟ من تشاهدونهم في الفيديو هم ليسوا أصحاب المحال الأساسيين، يعني كما حدثني أحد التجار الذين يعرفون بعضهم واحدا وآخر، رأيت الأسواق القريبة الشوارع الضيقة، التجار يعرفون بعضهم. يعني لماذا؟ لأنه لا يريد العمل. ذكرت على أنه مو أصحاب المحال الأصليين هن اليوم بالمناطق اللي ذكرتها، مين اللي كان عم يستخدم هاي المحلات؟ يعني اللي إلى مكان كبيرة عند الحلبية وأيضا عند كل السوريين.
يعني هناك وكلاء من هؤلاء أصحاب المحال، هناك من استأجر، هناك من استولى، لا أحدد خان الحرير بالتحديد، ولكن بشكل عام في المدينة القديمة هناك من استولى على المحال لمن يقول عنه بأنه معارض أو إرهابي أو ما يتهمه، وهناك وكيل ربما وكله صاحب المحل الموجود خارج حلب أو خارج سوريا لقريب أو لصديق، أو هناك من أجر هذه المحال. ولكن يعني البارحة ليلا حدثني أحد التجار وأكد لي بأن هؤلاء هذه الوجوه معظمها جديدة، ليسوا أصحاب المحال الأساسيين. المنطقة أو الشارع رمم ولكن لم يعد أصحابه إليه، لم تعد حلب إلى ما كانت عليه. طيب وائل، النظام هو المسؤول الأول والأخير عن الوضع الذي نشهده بالنسبة لسوء إدارته طبعا للأزمة التي يواجهها حاليا السكان والتجار أيضا في مدينة حلب، إذن لماذا يلقي باللوم الكامل على التجار بالنسبة لمسؤولية الغلاء الذي تشهده الأسواق في حلب؟ يعني هي محاولات للنظام، الاقتصاد في مناطق النظام يعني يهوي بسرعة، ينهار، ويعني يدعي يريد أن ينسحب هو من المشهد ويضع التجار في الواجهة لربما. نعم، هي مناورة للمحاولة أمام المواطنين بأنه ليس السبب، بأن التاجر هو السبب أو الفاسد هو السبب أو، ولكن يعني واضح بأن السبب الرئيس أصلا يعني ذاتا كل السوريين أو الحلبيين يعرفون من هو السبب، والجميع السوريين يقولون مثلا عن البطاقة الذكية بأنها بطاقة غبية، هذه كلمة عامة ومتداولة، ويعرفون بأنه كل 25 يوم تأتيك رسالة لكي تحصل على 25 لتر بنزين، يعني هي يعتبرونها مهزلة. ولكن في المقابل على المازوت من 180 ليرة إلى 500 ليرة، 170% رفع سعر المازوت المواد المدعومة، هي مناورات من قبل النظام. في المقابل ألا يتحمل برأيك التجار مسؤولية لربما عن الغلاء؟ لماذا نذهب باللوم كله على النظام؟ يعني التجار لربما يحتكرون بعض السلع ويخزنونها لحين أن يعني تنقص في السوق، ومن ثم يخرجونها لتباع بأسعار لربما عالية. يعني هذه الحالة عامة وموجودة في جميع المناطق، في جميع الدول، يعني رأيناها في جميع الأماكن. ولكن إذا أردت أن تلقي اللوم، عليك أن تلقي اللوم أولا على الحواجز الموضوعة بين المدن والتي تتقاضى أتاوات على هذه البضائع لتصل إلى سكان هذه المدينة أو تلك بأسعار مرتفعة. عليك أن تلقي اللوم على المواد الأولية المرتفعة، على انقطاع الكهرباء، على عدم وجود المحروقات. ومن المسؤول عن كل ما ذكرت وائل هي سوريا، دولة سوريا أو حكومة النظام، لأنه النظام يعرف حاله أنه هو حكومة سوريا، الدولة السورية، وبالتالي هو مسؤول عن تأمين احتياجات الناس بشيء يكون يعني متناسق مع رواتبهم وأيضا اللي عم يطالعوا من شغلهم. يعني اليوم أنت معي أنه كان الرابح الأكبر بأخذ يعني هي الشغلة كلياتها هو التاجر، فهو رمى هذا الموضوع المرة على التاجر. بالعادة هو بيقول لا، قانون قيصر وما إلى ذلك. الرابح الأكبر هو التاجر، التاجر يعني الذين نشاهدهم. الرابح الأكبر أنه أخذ هي يعني أخذ هذا الهم عن النظام، أنه تسلم هي القصة قدام، يعني مثل ما شفنا مدير التجارة الداخلية حماية المستهلك عبر إحدى الإذاعات قال بأنه لازم على التجار تخفيض هوامش ربح. الناس فهمته أنه التاجر هو عم يتحكم بالأسعار وارتفاعها. الناس تعرف، يعني أنا متأكد بأن الناس والسوريين أذكياء، يعرفون من هو السبب، يعرفون على من يلقون اللوم، ولكن بسبب القبضة الأمنية وجميعنا نعرفها لا يستطيعون الحديث. من يتحدث يعني يلام أو يسجن أو يعتقل أو تغلق حساباته ثم يختفي، يعني لا أحد يستطيع. ولكن يعرفون بأن النظام هو المسؤول عن هذا الموضوع. ربما هناك لوم على التجار، على بعض التجار المنسوبين إلى جهة معينة، بعض التجار الذين يمارسون أو الذين يستندون إلى جهات عسكرية أو فصائل تابعة للنظام معينة. ولكن بشكل عام النظام هو المسؤول عن هذا الوضع الذي آلت إليه التجارة والأسواق في حلب أو في سوريا بشكل عام. يعني انخفاض سعر الليرة السورية اليوم باعتبار بأنه يعني سيطر على معظم المناطق التي كان يعني يعد السوريين بأنه بعد السيطرة عليها وبعد الانتخابات وبعد سوف تحل جميع الأمور، ثم يعود
ليلقي اللوم هنا وهناك على هذا السبب وهذا السبب. يعني السوريون يعرفون بالتأكيد من هو المسؤول عن هذا الوضع. هو يتنصل كالعادة، وما حكينا عنه اليوم عن حلب هو في كل المحافظات السورية التي يسيطر عليها النظام. أكيد يعني نتمنى لأهلنا حياة كريمة، وإن شاء الله تكون الأسعار يعني في أقل تناسب دخلهم. نور عم تنعكس على المواطن، يعني سواء كانت مواجهة بين النظام وبين التجار، بالنهاية المواطن هو المتضرر. يعني يجب أن يتم إيجاد مخرج لهذا الموضوع وحل طبعا نهائي. نتمنى طبعا لكل أهلنا بحلب بالفرج القريب إن شاء الله يا رب. يتشكرك مراسلنا من غازي عين ثابت تركيا وائل عادل، شكرا على المعلومات اللي قدمتها.